مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن حلقه نهايه الاسبوع. حلقه نهايه الاسبوع او النهارده الجمعه بيشهد تصعيدا جديدا من الاخوان المسلمين وشبابهم. ماذا يريد الجماعه، ماذا تريد الجماعه، وماذا يريد شباب الاخوان المسلمين؟ النهارده كان في حالات عنف شديده، في تصعيد شديد، تستطيع ان تربط ما بين الاغتيالات اللي بتتم، ما بين اللي بيحصل في الجامعات وخاصة جامعة الأزهر، ما بين حرق المترو النهاردة، ما بين قتل طفل في السويس الأسبوع الثالث على التوالي، ما بين ترويع المارة وتحطيم سيارات، هنشوف اللي حصل في سيارة سيدة، هنقدر نربط ما بين ده كله وما بين خطة الإخوان وأهداف الإخوان، وده هيودينا هي الدولة بتتعامل معاهم إزاي والمعاملة دي صح ولا غلط. الداخلية النهاردة لما عملت بيان قالت لك ان كان عندنا معلومات وبيحاولوا يستدرجونا، رغم ان معاهم الحق في دخول حرم المدينة الجامعية، الا اننا ما دخلناش لان احنا عارفين ان هم عايزيننا ندخل علشان يقع المزيد من الضحايا. وهنا النقطة اللي تاخدوا بالكم منها، مع نهاية الدستور، اعداد لجنة الخمسين للدستور الجديد والبدء في الصياغة والاستعداد للدعوة للاستفتاء، بيتصاعد أداء الإخوان. علشان إيه؟ عشان ناس تموت. عمليات الإرهاب مع ضغط مننا إعلامي هيستدعي إن الحكومة يبقى أدائها عنيف ومعاها الشرعية في ذلك. هي بتواجه إرهاب، ضباطنا بيموتوا، جنودنا بيموتوا، في اعتداء على المنشآت، في تصعيد شديد جدا. أنا مش هفترض حسن النوايا، بس هقول لكم التفكير اللي شغال. الإخوان عايزين إيه؟ وقد تكون الحكومة بتفكر ازاي. الاخوان عايزين موت، عايزين ناس تموت. ان ما موتليش انا هموت، وبحط لك انا بشر كده في المواجهة علشان يموتوا. انا بستفزك الى اقصى مدى ممكن، انا بموت وبفجر ناس عندك، انا بحرق المنشآت، انا بحرق حتى الشجر. ما ذنب النباتات؟ مرشدكم كان بيقول كده، انتوا دمرتوا النباتات، لان حرق الزرع هو جزء رمزي له دلالة، الاخضر واليابس. جماعة تريد ان تحرق الاخضر واليابس على هذه الارض الطيبة، فيدخلوا ناس، نبتدي في الجامعة يموت عندنا عدد، خدوا بالكم، ننزل الشارع، نعمل نحرق المترو، الشرطة تنزل، يحصل الصدام، يتقتل عدد في الشوارع، في الميادين، كل ده يحصل، فيبقى عندك عدد بيموت، وتبقى الحكومة الحالية المؤقتة اللي هما بيسموها الانقلابية بتقتل في المتظاهرين السلميين، وحوريكم السلميين ازاي ومدى سلميتهم. بس لما الحكومة بتقتل العالم اللي بدأ الآن يرفع الحظر عنك في السياحة، يقول أن الإخوان أفسدوا البلاد، يغير مواقفه منك، ينظر في فكرة قطع المعونات أو 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 أو، يعود مرة أخرى ويجد نفسه في حرج أمام شعبه، فيعيد الكرة مرة أخرى ويبتدي يضغط عليك ويقول لك أنا مش معترف بهذا النظام، لا يوجد لدينا نظام طالما أنا ما عنديش أي انتخابات. الشرعية هي كانت شرعية الشارع، لابد أن تتحول إلى شرعية صندوق. فعلشان ما تتحولش، لأنها في اللحظة اللي هتتحول فيها لشرعية صندوق، العالم هيرى ان ما حدث في مصر، الثوره في 30/6 قادت الى انتقال ديمقراطي ادى لهنا مطامع، والانقلاب عسكري ادت الى استفتاء على الدستور في موعده، ثم نذهب الى انتخابات برلمانيه. مجرد ان يحصل انتخاب، يعني خروج ناس للشارع، وعايز اقول لكم ان التصويت يجب يزيد عن 64% اللي خدوهم الاخوان في الاستفتاء، علشان يبقى واضح للعالم ان هنا في اجماع شعبي وغالبية هذا الشعب تؤيد ما حدث، فلابد ان التصويت يبقى عالي. امنع التصويت ازاي؟ الحق قبل التصويت اعمل حالة من الفزع والرعب. يتغير الموقف العالمي عند سقوط قتلى وضحايا، اتنين قد اجد صعوبة في اجراء الاستفتاء، الشارع غير مطمئن ومستقر، واذا اجريته يبقى انا معرض للخطر، فناس كتير تمتنع عن الذهاب للتصويت. خطة كبيرة قوي لما نروح لها واقول طب الحكومة تفكر ازاي؟ ممكن جدا الحكومة تقول لك انا هفضل، انا قادرة اتعامل معاهم في الخارج،
وهبقى حريص على حياتهم اكتر من حرصهم. هم مش حريصين على الحياه، هم ابناء الموت، هم الاخوان ابناء الموت، لا يستطيعون العمل الا وهم في البلاعات في المواسير تحت الارض. ما لما يظهروا فوق الارض بيتكشفوا، بيبان جهلهم وفشلهم، واحنا شفنا ده. الحكومه بتقول افوت عليهم الفرصه واحاول احافظ على الواقع لحد ما نعمل الاستفتاء. بعد الاستفتاء هناك شرعيه داخليه، شرعيه ديمقراطيه، شرعيه عالميه، ساعتها هتعامل بشكل تاني. هل صحيح او خطا؟ انا لا استطيع ان احكم على هذا اذا كان التفكير هكذا. هل الحكومه لا تتعامل بشكل جيد مع ما يحدث؟ نعم. ليه؟ لاننا في النهايه مواطن، المواطن من حقي ان امشي في الشارع امن، ان اسكن في بيتي امن، ان نركب عربيتي امن. نحن شركاء معكم في هذه الثوره، احنا حريصين انها تنجح، لكن كمان انت عليك ان توفر لي الامن. الشرطه مستنزفه، بيتم استنزافها بعنف في اشياء كثيره، بيقع منها ضحايا، لازم نقدر ده كويس قوي، نقدر ازاي تسيطر على نفسيه ضباط وجنود شايفين زمايلهم بيموتوا، كل واحد فيهم خارج متوقع انه مش هيرجع، هيتعامل ازاي مع ناس عارف انهم قتله، مع ناس عارف انهم عايزين يموتوه يقتلوه، هيبقى عنيف. فان تسيطر عليه وتقول له اتبع الاساليب اللي تفض بيها تظاهراتهم، انك ما تشتبكش، انك ما تقتلش، فيفاجئ بان في ناس بتموت وهو اللي بيلبسها. الطفل بتاع السويس مجرد انه مات، انا كنت قاعد اتابع على تويتر اشوف المواقع الاخوانيه، في دقيقه قال لك الشرطه تقتل طفلا في المظاهرات، فيما يقول والده ان الاخوان قتلوا الطفل، وان ملوش اي انتماء ولا اتجاه ولا ميل ولا كان في المظاهرات. إذن أنت بتلعب قدام ناس لا يوجد لديهم أخلاق، لا يوجد لديهم انتماء، يوجد لديهم فكر إرهابي، فكر عنيف. كيف يتم التعامل معه مش قضيتي، ده قضية سيادتك. طالما قعدت على الكرسي، مش ده، ده كرسي ما بيعملش حاجة، كرسي حكومة. طالما قعدت مسؤول عليك أن تتخذ الإجراءات التي تحمي المواطنين. ما تقوليش أن مبنى يتفجر أو مول يتفجر علشان أنت مش مأمنه كويس. عايز اقول في النهاية ان عندي مجموعات بتخطط، عندي مولز في مصر في الاف بتدخل في مطاعم وفي سينمات وفي محلات، بيدخل الاف يوميا. هل يا ترى احنا اخدين بالنا من هذه الاماكن ولا لا؟ هل هناك رقابة وتفتيش، ولا سايبين الموظفين اللي على البوابات هم اللي بيبصوا للناس اللي داخلة؟ طب انا بقول لكم في ناس بتدخل ومعاها شنط ومعاها بلاوي ولا حد بيفتش، وناس في جيبها سلاح ويقولك انا ظابط وبيعدي. اذا في النهاية علينا ان احنا نعمل اللي علينا، والحافظ هو الله، بس نعمل اللي علينا. لما اجي اتكلم مش زي القطر اقول اصل الموظف غلط. الموظف غلط لان انت كرقيب عليه ما عملتش دورك، انت اللي ما عملتلوش حاجة تحمي، انت اللي متباطئ في الاداء، انت اللي منشغل بتفاصيل كتير بس شايف، مش شايف ان الامن هو اول شيء يجب ان احنا نعيده الى هذا الوطن. احنا مقدرين اللي بيعمله الجيش ومقدرين اللي بيعمله الشرطة، ولكن هذا قدرهم وهذه مسؤوليتهم. طيب هو ايه اللي حصل النهاردة في منطقة النزهة؟ في منطقة النزهة النهاردة الاخوان ألقوا قنابل مولوتوف على عربيات المترو أثناء سيره. طبعا المترو كان بيجري بيحاول يهرب من النيران والضرب، اصطدم بعربيات ماشية واصطدم بمترو لحد ما وقف، اتحرق عدد كبير من العربيات زي اللي ما احنا شايفينه. عدد المصابين حتى الآن تقريبا 9. خلينا نفهم ايه اللي حصل، ازاي تم السيطرة على الحريق، خسائره ايه. معايا السيد اللواء ممدوح عبد القادر مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة. مساء الخير سيادة اللواء. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. ممكن توصف لنا مدى حدث اليوم ومن خلال جهودكم في اطفاء الحريق طفيتوا كم عربيه، وكانت الحريق ادت بخسائر قد ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو حضرتك كان في مسيره من فوق كوبري النزهه ومتجهه الى ميدان المحكمه. نعم. وفي خط سير المسيره ابتدوا يشعلوا صناديق القمامه، اشجار، اكشاك اللي هي بتاعت الحراسه بتاعت الشرطه، الى ان و...
وصلوا الى سويت المترو تقريبا عند المحكمه ورموا يعني مولوتوف على المترو بتاع مصر الجديده. ادى الى اشتعال عربيتين من المترو. الحمد لله اتعاملنا مع البلاغ بسرعه مناسبه، لان كان برضو كان في محاولات لمنع سيارات الاطفاء انها توصل لمكان البلاغ. فاحنا دفعنا بعربيات الاطفاء من كذا اتجاه لغايه ما وصلنا الى عربيتين المترو وامكننا من اخماد الحريق واطفاء الحريق. ساعه ما تم كان في اي ركاب يا ست اللي هو؟ لا يا فندم، الحمد لله ما كانش في ركاب الحمد لله. هل المصابين دول منين التسعه اللي قالوا انهم مصابين من المترو؟ هو حضرتك يعني حصلت حاجه غريبه يعني، لكن ان المترو بعد ما طفناه وبعد ما عملنا عمليات التبريد المترو انطلق لوحده بدون سائق. نعم. وده انه ماشي في اتجاه سيره لغايه ما وصل لغايه ميدان التجنيد. ده اللي هو اصطدم في طريقه ببعض العربات لحد ما اصطدم بمترو اخر. تمام حضرتك. فالاصابات دي كانت في نتيجه اصطدام السيارات. ليس في المترو نفسه، مجرد ان حصل هجوم على المترو، المترو كان خالي من الركاب. تمام حضرتك. تم السيطره تماما الان. لما اتفضل يا فندم. لا اتفضل اتفضل يا فندم. يعني حصل اشتعال بسيط جدا لما المترو الاثنين مترو خبطوا ببعض، حصل اشتعال بسيط واتعاملنا عليه معاه فورا والحمد لله تمام الاطفاء يعني. الان لا يوجد اي اشتعال، تم الاطفاء والتبريد تماما. تماما المنطقه من كوبري النزهه حتى ميدان التجنيد الحمد لله تم انهاء كل البلاغات اللي كانت موجوده يا فندم. طيب انا بشكر حضرتك جدا السيد اللواء ممدوح عبد القادر مدير اداره الحمايه المدنيه بالقاهره. ولانها مظاهره سلميه ولان الاخوان ما بيعرفوش غير المظاهرات السلميه وبيحبوا المره جدا وبيحترموا الراي الاخر وبيحترموا البني ادمين العاديين اللي ماشيين في الشوارع، تعاملوا مع سيده راكبه عربيه لوحديها بالشكل الراقي المتقدم اللي بيعكس ثقافه هؤلاء وعلمهم وادبهم ودينهم بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. خدتوا بالكم اللي بيقول لها اهدي يا ماما؟ قال له اهدي يا ماما خلصونا بقى. يعني خلصوك اعملوا انتم مزنوقين في الجلد بتاع الاطار بتاع الازاز ولا حاجه؟ كنتوا مزنوقين في الازاز ده في عربيه ثانيه؟ شايفين المنظر الحقير غير المحترم ده لسيده لوحديها؟ هي دي الشهامه والرجوله؟ دول السلميين. اهو احنا عملنا ايه؟ احنا وقفناها وكسرنا لها الازاز ورعبناها ومشيناها. عايزين سلميه اكتر من كده ايه؟ ناس ذوق ذوق ذوق. ادب الدنيا فيه. يطلع لك واحد اخواني يقول لك هي دي اللي وقفتكم وما شفتوش اللي بيموتوا، انتوا عايزين ايه؟ انت بترعب الست دي ليه؟ انت بتاخد الازاز وبتدشدشه وبتدشدش الجلد وبتقول لها اهدي ازاي؟ انت ضميرك فين؟ لو اختك او بنتك او امك في مشهد زي ده، ايه اللي انتوا عايزينه؟ يصبح المنطق ما احنا سيبناها تمشي. احنا عملنا ايه؟ احنا علمنا عليها. احنا وريناها احنا ممكن تعمل ايه؟ نعمل ايه؟ انتوا ورتوها وزرعتوا قلبها كراهيه ليكم زي ما زرعتوا جوه قلوبنا كلنا كراهيه تجاهكم. عرفتونا انتوا ايه؟ قد ايه انتوا ما عندكوش اي معيار اخلاقي بتتعاملوا بيه؟ ما عندكوش تمييز ما بين الطفل والمراه والرجل الكبير، ما عندكش تمييز ما بين مبنى وما بين شجر وما بين علم. انتوا ما حدش عندكم باقي غير الجماعه، فلتذهب الجماعه بمن فيها الى الجحيم اذا كان هذا هو حال مصر وشكل مصر. النهارده للاسبوع الثالث على التوالي يموت طفل قاصر في تظاهرات الاخوان، طفل عنده 10 سنوات اسمه سمير محمد احمد، كان في مظاهرات للاخوان وفجاه اطلق على هذا الطفل رصاصه، وطبعا الاخوان طلعوا جري وقالوا ايه؟ الشرطه اللي قتلته. ما هو لازم حد يموت علشان نقول الشرطه اللي قتلته. طب الشرطه هتقتل الطفل ليه؟ ما تصطاد جدع منكم اللي قاعد يتنطط وماسك سلاح، ولا انتوا ما بتمسكوش سلاح؟ الاخوان ما بيمسكوش سلاح في المظاهرات يا جماعه. الاخوان سلميين موت، ما بيعرفوش ابدا يمسكوا سلاح. عندنا صور
فرجنا على صور الإخوان في المظاهرات. جريدة الوطن نشرة بكرة مجموعة من الصور في مظاهرات، اتفرجوا مظاهرات الإخوان اللي ما بيشيلوش سلاح أبدا. أهم ده واحد في إيده الطبنجة بيوجهها ناحية مين؟ يقولك والشرطة أطلقت علينا النيران. عشان أنت بتطلق عليهم إيه؟ مية باردة ولا بتوزع عليهم بيبس؟ ما أنت بتضرب نار. الأخ المسالم ده بيعمل إيه؟ الإخوة الإخوان اللي النهاردة غيروا التكنيك بتاعهم ووقفوا قدام اتوبيس سياحة في الهرم، كان رايح في زيارة الأهرامات، قالك السياحة هترجع يا جماعة، الحقوا، لازم نرجع نقلقهم تاني، لازم البلد دي تخرب، لازم البلد دي لازم نجوع شعبها، لازم بتوع السياحة ما يتهنوش. هذا هو منطق الإخوان. خلونا معايا مداخلة تليفونية من السيد اللواء خليل حرب مدير أمن السويس. مساء الخير سيادة اللواء. سيادة اللواء مساء الخير يا فندم. سيادة اللواء، ماذا حدث في السويس اليوم؟ والله الإخوان المسلمين طلعوا النهاردة بمسيرة، المفروض إن هم بيطلعوا بمسيرة سلمية، طلعوا من مسجد حمزة بن عبد المطلب وقعدوا يكتروا وهم ماشيين لغاية ما وصلوا إلى منطقة اسمها أول السور. طبعا هم كعادتهم لما بيشوفوا القوات موجودين في مكان بيغيروا مسيرهم وبيتوجهوا إلى منطقة ما فيهاش القوات. وهم ماشيين في منطقة اسمها أول السور في مدينة العريش، كان في احد المواطنين مسن رفع علامة النصر في وشهم فاثارهم، يعني قال يعني اثارهم، فاحتكوا بيه ومسكوه وضربوه علقة سخنة واحدثوا بيه اصابة. وبعد كده قعدوا يشتبكوا مع المواطنين واطلقوا الاعيرة النارية والطلقات الخرطوش وحاجة اسمها باراشوت. في مرور طفل صغير بريء عنده 10 سنوات، طالب في مدرسة ونازل من بيته يشتري طلبات لبيته، جات له طلقة من الباراشوت ده. يعني ايه باراشوت يا سيادة اللواء؟ باراشوت ده حاجة بيستخدمها المراكب في عرض البحر لما بيكون في خطورة على المركب، اللي هي بتنور في السماء، اللي هي بتنور فوق، بتبقى طلقات تحذيرية يعني. نعم. طلقة الباراشوت دي بيبقى فيها داير كده، حاجة مدورة، اسطوانة مدورة مشرشرة، لما بتطلق بتتحرك دائري بسرعة رهيبة جدا، لو أصابت أي حد في طريقها بتؤدي الى قتل، بتبقى زي الطلق الناري بالظبط. نعم. الطفل اصيب، تم نقله الى المستشفى، توفى فور وصول المستشفى. الاخوان قالوا ان الشرطه اللي ضربته بالنار. لا، الشرطه وقوات الشرطه وقوات الجيش ما كانوش لسه وصلوا، لان زي ما قلت لحضرتك ان هم لما بيتوجهوا بمسيره بيشوفوا مكان القوات فين وبيغيروا الاتجاه بتاعهم. لما حصل الموضوع ده وتحركت القوات واتجهت ناحيه المسيره واطلقنا القنابل المسيله للدموع. طبعا القوات كانت قوات من الشرطه وقوات من القوات المسلحه. هم بيشوفوا القوات متجهه ناحيتهم وبيطلقوا الاعيار المسيله للدموع، بيفروا هاربين بسرعه رهيبه في الشوارع الجانبيه وبيختفوا تماما، ودي عادتهم. اصابوا برضو وهم في المسيره مواطن بسيط بيجري على اكل عيشه، معاه عربيه ربع نقل بيسترزق منها، كسروا له عربيته وحدثوا بيه بعض الاصابات. نعم فقط. الوالد الطفل اللي توفى الى رحمة الله تم سؤاله في محضر رسمي واتهم جماعة الاخوان المسلمين بالتسبب في وفاة نجر. اتهم الجماعة في بلاغ رسمي.
في بلاغ رسمي. نعم. بشكرك جدا سيادة اللواء مدير أمن محافظة السويس. النهاردة كانت مدينة نصر هي الأكثر تظاهرا لعدة أسباب، منها وجود جامعة الأزهر والمدينة الطلابية للجامعة، وأيضا لأن كان هناك محاولات محمومة من شباب الإخوان للتوجه إلى ميدان رابعة. شباب الإخوان عايزين يروحوا رابعة علشان رابعة دي بالنسبة لهم الآن هي حائط المبكى، هما بيبصوا لها على إن ده هذا مكان طاهر ومقدس، ميدان اللي بتمشي فيه العربيات ده طاهر ومقدس لأن هما كانوا في هذا المكان وفي شهداء سقطوا في هذا المكان. يتردد الآن أن محافظة القاهرة تفكر في تغيير شكل واسم ميدان رابعة، يسموه مثلا ميدان خمسة، ميدان سادسة، ميدان تالتة، مش عارف يعني ايه نغير ميدان علشان في جماعة احتلته لعدد من الاسابيع فنغير اسمه. طب وايه رأيكم نغير علامة النصر عشان بتستفزهم هي كمان؟ ايه رأيكم ما نشغلش اغنية تسلم الايادي؟ ايه رأيكم ما نتكلمش عن الجيش المصري والشرطة؟ ايه رأيكم نغير ميدان التحرير ونسميه التحرير سابقا؟ ايه الفكر العقيم ده؟ مش عارف مين اللي طرح الفكرة العقيمة للتراجع والسلبية اللي تخلينا نغير الاسم ده. بصراحة اي مسؤول يفكر بهذا الشكل يبقى مسؤول ضعيف ولا يليق به ان يجلس في المكان ده، هروب وجبن. عمرك ما هتغير اللي مقتنع بشيء خليه مقتنع بشيء، بس كل ما بتاخد خطوة لورا هو هياخد خطوتين لقدام. طيب النهاردة وزارة الداخلية زي ما قلت لحضراتكم طلعت بيانين، خلونا نفهم ماذا جاء في البيانين، ماذا ترى وزارة الداخلية في أحداث اليوم. السيد اللواء عبد الفتاح عثمان مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور أستاذ خير، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك سيادة اللواء. أنتوا طلعتوا بيانين النهاردة، البيان الأول كان فيه رصد لأهم الأحداث. هو الحقيقة احنا طلعنا ثلاث بيانات، كان في بيان لمتابعة الأحداث على مستوى الجمهورية الأول، وده كان شمل المسيرات اللي اتحركت في القاهرة وفي الجيزة وفي المنيا وفي دمياط الجديدة والأحداث اللي حصلت في اشتباكات بينهم وبين الأهالي تلك المناطق في البحيرة. وكان البيان الثاني عن مدينة المدينة الجامعية، هيئة في المخطط بتاع طلاب المدينة الجامعية المنتمين لجماعة الإخوان، عندهم مخطط واضح جدا لانهم يستدرجوا ويستدعوا الامن للدخول في المدينه لاثاره القاعده الطلابيه، وانت عارف حضرتك هم بينتهزوا هذه المناسبات في احداث بعض الاصابات فيما بين المشاركين في هذه الاحتشادات عشان ينسبوها للقوات الامنيه او وزاره الداخليه. الحقيقه احنا طبعنا بيان اشرنا فيه ان الوزاره تعي كل الوعي لتلك المخططات وانها حريصه جدا على انها يعني تحافظ على الامن وتقوم بدورها، وانها حريصه على سلامه جميع الطلاب، عشان نوضح للراي العام ونوضح لكل الناس ان القوى الامنيه او قوات الامن ليست طرفا في هذا، وان تنظيم الاخوان ومخططهم هو الذي يسعى الى ذلك. كان البيان الاخير عن الاحداث اللي حصلت في مدينه نصر حضرتك بتتكلم سيادتك عنها دي، وهو طبعا النهارده كان فيه توجه اولا سياسه الوزاره واضح من الاول بعدم السماح باعاقه حركه المرور او عدم السماح بقطع الطرق، وهذا كان توجه من الصباح، والقوات كانت متمركزه في اماكنها وفي المحاور وفي مناطق التي دعت اليها جماعه الاحتشاد لمنع اي تجمعات تعوق حركه المرور وتعطل مصالح المواطنين او تؤثر على سير انتظام حركه السير في الشوارع والمحاور الرئيسيه. في الجيزة بدأت هناك بعض مسيرات عقب صلاة الجمعة في شارع الهرم وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، تصدت لها القوات وفرقتها في حينه، وتم ضبط عدد منهم في شارع السودان وفي شارع الهرم في منطقة أكتوبر، ولم يحدث تمت تداعيات سوى حالات الضبط. محاولة منع اتوبيس السياح من الوصول إلى الهرم هل كان لها أي تداعيات سلبية؟ لم يكن لها اي تداعيات سلبيه، هي كان عباره عن تجمع اعاق حركه الحافله، الا انه لم يكن هناك اعتداء عليها، وكانت القوات متواجده وانتقلت على الفور وتم السماح وتم استكماله في خط السير. نعم. كان القاهره عقب يعني عدم السماح بتوقف
حركة المرور وإعاقة حركة المرور في شوارع القاهرة ومدينة نصر ومصر الجديدة. تفرقت مجموعات من هذه المسيرات في عدة مناطق. الحقيقة كان أهالي من بعض المناطق حصل بينهم مشاحنات بينهم وبين الأهالي بينهم وبين هذه المسيرات، أطلقت فيها كثير من الأعيار الخرطوش والنارية. يعني نتج عن ذلك وفاة اثنين، أحدهم كان في منطقة الزيتون والحلمية، وآخر طالب في هليوبلس، مستشفى هليوبلس الآن. الاثنين ماتوا؟ أيوة فندم. في تلك الأحداث؟ أيوة فندم. يعني إحنا عندنا النهاردة ثلاث ضحايا، واحد في السويس واثنين في القاهرة؟ أيوة بالظبط. وكان في إصابات في اسكندرية، قالوا إن في عربية أطلقت على مسيرة تهتف للجيش النيران وفي عدد من الإصابات، هل هذا صحيح؟ لا، لم يرد في اسكندرية تداعيات في هذا الشأن. هو كان أكثر التداعيات كانت الأحداث المشاحنات والمشاجرات التي جرت في السويس، والمشاحنات التي جرت في القاهرة في منطقتي ميدان المحكمة وفي منطقة المطرية. تدخلت القوات وتمكنت الحمد لله من السيطرة على الموقف، ولكن نتك عن ذلك إصابة خمسة في مطلع كوبري الحلمية، منهم ثلاثة سائق أتوبيس سائق ميكروباصات. كانت المسيرة بتاعت إخوان جاية في مواجهتهم بيطلقوا عيرة خرطوش، نتج عنها إصابة ثلاثة من سائقي سيارات الميكروباص، واتهموا جماعة الإخوان المسلمين بإحداث إصابتهم، واثنان آخران اتهموهم أيضا. أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 33 في منطقة مدينة نصر، من بينهم أمريكي من أصل مصري وكان بحوزته طلق خرطوش، وتم ضبط 26 في منطقة الحلمية والزيتون، وتم ضبط 8 في أحداث المدينة الجامعية. الحالة الأمنية الآن هادئة تماما، الحركة المرية تسير في سيولة تامة، والقوات موجودة لمواجهة أي تداعيات وفرض السيطرة الأمنية على كافة المناطق. أؤكد لحضرتك أن قوات الأمن بتلتزم بأقصى درجات ضبط النفس، خاصة في ظل سعي هذه الجماعة إلى إحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، كما رأينا في إشعالهم النار في إحدى عربات مترو مصر الجديدة والأكشاك الخاصة بالمترو وبعض الأكشاك الخاصة بالحراسة في المنطقة، وإتلاف إشارات المرور والتعدي على القوات، ومحاولة استدراج القوات لمواجهات مباشرة، إلا أن القوات تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس في عدم الدخول في مشاحنات مع هذه العناصر. سيادة اللواء، حضرتك شفت الفيديو اللي فيه السيدة الفاضلة اللي كانت راكبة عربية وتم الاعتداء عليها وتحطيم السيارة، وصور الشباب اللي بيعمل ده واضحة جدا، ما هو الإجراء القانوني الذي يجب أن يتم في هذه الحالة؟ تعرف سيادتك إن إحنا عندنا من الوزارة، إحنا بيتبقى عندنا في كاميرات خاصة بالمساعدات الفنية لمتابعة تلك الأحداث، ونعتمد على بعض الكاميرات الخاصة ببعض المنشآت الخاصة مثل البنوك والفنادق وغيرها، بالإضافة إلى كافة اللقطات التي تقوم بتصويرها الفضائيات ويتم نشرها. بناخذ كل اللقطات اللي بيكون فيها وجوه واضحة، بيتم تحليلها من خلال فريق العمل في القاهرة والأمن العام، وتحديد هذه الشخصيات وأشخاصها وتقديمها للنيابة، وده أسلوب عمل بننتهجه من فترات سابقة، بيتم تحديد اغلب المتهمين اللي بتظهر وجوههم لا وجوههم واضحه جدا. انا عايز كمان الاخ اللي كان بيقول لها اهدي دي، عايز بس نفسي لما يجي اشوف. حتى في البعض في بعضهم بيبقى احيانا في واحد ملثم وبجواره اخر وجهه مكشوف، احنا بنستدل على الوجه المكشوف ده علشان نحدد شخصيه الملثم، كما حدث في ميدان التحرير، كان هناك ملثم يحمل طبانجه وبيتقي الاعيره العشوائيه، وحاليا بنعكف على تحديد اخر كان بجواره، وان شاء الله بنصل باذن الله الى تحديده باذن الله، ويعني بنسير على هذا النهج باذن الله. وطمن حضرتك ان الحاله الامنيه الان في القاهره والجيزه واغلب المحافظات هادئه تماما، والقوات الامنيه تفرض سيطرتها في كافه الميادين. بشكرك جدا يا سيد اللواء فتاح عثمان، مدير الاداره العامه للاعلام والعلاقات العامه بوزاره الداخليه. السيدة اللي انت شفتوها المفزوعة اللي انتهكت خصوصيتها وامانها هي السيدة ايمان مصطفى، معايا على الهاتف. اهلا وسهلا استاذة ايمان. اهلا وسهلا بك يا استاذ خير. الحمد لله على سلامتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. وانا طبعا انا مش عارفة اقول ايه غير ان انا يعني بالنسبة للصورة الواضحة في التلفزيون، يعني ده جزء من الحقيقة.
هو الحقيقه ان اخويا طبعا كان ساعتها انا هقول لك الموضوع خالص من الاول. اللقطه اللي جت دي لقطه في الاخر خالص. تمام. الاول يا فندم احنا كنا معديين، كنت رايحه في يوم اجازتي رايحه لاختي هي في شبرا، فمعديه من الشارع ده، هو قريب من بيتي، كنت لسه طالعه من البيت وبحود عشان خاطر طالعه في منطقه شبرا اروح لاختي، وبعد كده من اختي اروح لاختي. حضرتك طبعا كان في مسيره اخوانيه فيها ناس كتير، شباب تقريبا اطفال مش عارفه يعني، شباب من حوالي سن 19 سنه لحد 30 سنه وناس كبار، اللي لابس منهم ماسكات بلاستيك، واللي لابس منهم ماسكات قماش، واللي مش باين، واللي باين طبعا ملامحه عاديه، ناس كتير طبعا، واحنا بنكلكس عايزين نعدي من وسط المظاهره ازاي وازاي بنكلكس. كسر واحد، كسر ضرب بايده على الازاز قدامي، ومش انا ساعتها اللي كنت سايق العربيه، اخويا هو اللي كان سايق العربيه. نعم. ضرب الازاز القدامي بتاع العربيه، فاخويا طبعا اتكسر اتدبش يعني، اخويا نزلوا من العربيه يعني اتلموا عليه ضربوه، طبعا اخويا برضه يعني ضرب، مش ضرب يعني ضرب اللي يقدر عليه، اللي هو عمل الحكايه دي. لا طبعا مجموعه شباب بتتلم عليه وبتضربه وما بقاش عارف، طبعا جاب الالكتريك يعني محاوله منه ان هو يعني يبعد الناس عني وعنه، ما فيش فايده. الناس اعتدوا عليا بالضرب واعتدوا على اخويا بالضرب، طبعا سحبوا منه الالكتريك، وواحد ضربه بمش عارفه بشومه ولا بايه بالظبط ولا بطوبه على دماغه، فتحت له دماغه وبقى سايح في دمه في الشارع وما فيش رحمه خالص. يعني الناس اللي شافوا كده، حتى الشباب اللي بقى يضرب مش مثلا يخلي عنده دم، لا ده وقع، لا ارحموه، لا ده بقى سايح في دمه، بقى كله بالشلاليت وبلوكميات في يعني على يعني على 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 جسمه وهو واقع على الارض. وانا طبعا شفت المنظر ده حضرتك، انا من بدايه الخناقه خالص عمال اقول حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا طلعت كنت يعني مهلوعه من الحاجات اللي انا بشوفها والبني ادمين دي، ناس يقولوا لي خشي العربيه وما تتكلميش، وضغط بالقلان كتير فاهم يعني، مش مثلا اللي يقول لي مثلا خش العربيه وما تتكلميش، ضخ بالقلم عشان عايز ادخل العربيه بالعافيه، وناس يقولوا لي اطلعي من بين العربيه بالقلم بعد ما كسروا الازاز ده، احنا هنولع في العربيه. يعني ما بقتش عارفه اخش العربيه، يقولوا لي اطلعي من العربيه، اطلعي من العربيه، بسبب الناس اللي بيضرب العربيه بالازاز واللي بيضرب بايديه. استاذه ايمان انت بتقولي لي انهم ضربوكي بالقلم؟ ضربوني يا فندم مش قلم واحد، ده حضرتك ضربوني بالاقلام وضربوني بالشلاليق، يعني مش عارفه اقول ايه يعني، حد حق الواحد يكسف ان هو يتكسف ان هو يقول حاجه زي دي، بس هو ده اللي حصل. طب يعني هو حضرتك اللقطه اللي جت في الاخر دي في الاخر خالص، بعد ما تم الاعتداء عليا انا واخويا، واخويا حط اثنين شالوه حطوه ورا في العربيه، ورا يعني على الكنبه اللي ورا، وهو سايح في دمه ورقان في دمه، والعربيه كلها قالوا طب هشيل لك الازاز عشان خاطر تقدري تشوفي وانت سايقه. ده واحد اللي كان بيتكلم ده اللي كان قاعد عمال يقول لي تحب تقولي كان انت معاكي رخصه، قلت له انا بعرف بس هو بس سيبوني، اخويا ميت، اخويا ميت، اخويا هيموت، وعمال افرخ. يعني حضرتك ده جزء من الحقيقه، الحقيقه ان اخويا تم الاعتداء عليه ما بين الحياه والموت، انا كنت شايلاه جزء هنزه من على الارض، الناس شالوه حطوه على الكنبه اللي ورا، بعد ما يعني ما فيش حتى رحمه في قلبهم ان هو خلاص اترمى على الارض، يعني ما بين الحياه والموت، لا اللي في اللي قادر يضرب بيضرب برجليه، واللي قادر يضرب بالشلوت بيضرب، كل حاجه مش قادره اقول لك قد ايه متوحشين، يعني مش عارفه اقول لك ايه. طب بعدها مش هلومهم ولا سيده، اقول يا جماعه هو ده الدين، هو ده الاسلام، حسبي الله ونعم الوكيل، وعماله اصوت، مفيش فايده حضرتك، مفيش فايده، لا حياه اللي منتوا نادي. بعدها عمالين يهددوني ويضربوني، وخش جوه العربيه، ده احنا هنطلع ميتين اهلك، ده احنا يعني مش عارفه اقول علشان انت ايه؟ علشان انت ايه؟ كل ده عشان حضرتك معديين وسط مسيره، رايحين معديين من الشارع ده عادي جدا، معديين من الشارع عادي رايحين، يعني هو ده طريقنا. هو انتوا بس ازاي وازاي بنكلكس عشان خاطر نعدي؟ اتجرأت ازاي تضربي كلاكس؟ بالظبط ده. طيب. اخويا كمان ساعتها حضرتك اللي كان سايق العربيه مش انا، اخويا اللي كان اتوجهتي بعدها ورحت فين يا مدام ايمان؟ الكنبه اللي ورا سايح في دمه. استاذه ايمان رحت فين بعد كده؟ رحت فين حضرتك؟ جريت على المستشفى، وانا جري وانا جاي بجري على المستشفى برضه كنت بكلكس، يعني مش قادره اقول لك اخدت كميه اقلام قد ايه وانا ماشيه. اقلام؟ برضه كنت بكلكس، بعدي من وسط الناس، بعدي من وسط الناس، بعدي من وسط الناس اللي هو مظاهره، يعني عارف بكلكس كده بطريقه هستيريه عشان الناس يعني تفتح لي مجال العربيه اللي اوقف اخده على اقرب مستشفى، ومع ذلك اللي يعني عارف انت بتكلكس ايه؟ وطخ اللي مد ايده من الازاز وهو مكسور يضربني، ضربت قلمين بالظبط في يعني في حوالي 10 امتار، ضربت قلمين من اثنين انا ماليش علاقه بيهم خالص، يعني انا قاعده جوه عربيتي وبجري بحاول اجري عشان الحق اخويا اللي غرقان في دمه اوديه المستشفى، ضربت بس قلمين. وطبعا في كلام يقول لك اصلها دافت مش عارفه على ايه وبتاع، طب انا رحت عملت محضر في الاسم واثبتت حاله، رحت الاسم بالفعل بلاغ ان انا مثلا اعتديت عليه او ان انا ضربته، يقول
طيب انا عايزك تهدي بس كده، رحت باخوكي مستشفى ايه وحالته الصحيه ايه دلوقتي؟ رحت في مستشفى الرحمه اللي في ميدان الجامع اللي في شارع اسكندريه. نعم. وطبعا عملت له اشعه مقطعيه على المخ واشعه مقطعيه واشعه على الرقبه، بس الحمد لله والشكر لله ما فيش حاجه في المخ، بس طبعا هو حالته في عنده جرح غائر في الجبهه، وده غير الكدمات المتفرقه في جسمه، يعني جسمه كله عباره عن كدمات ودم. ما اعرفش بقى ايه بالظبط جاي منين، وهدومه طبعا كلها كانت دم ومتغرق يعني في دمه، ده غير بس الحمد لله والشكر لله بعد الاشعه واللي حصل ده كله هو جرح غائر في اورته، يعني اخد فيها حوالي 12 غرزه. الحمد لله على سلامته. عملت المحضر في اسم ايه؟ الله يسلمك يا فندم، بس بدت ان الحقيقه ويا ريت اكون وصلت الحقيقه كامله. عملت المحضر فين يا استاذه؟ عملت محضر في اسم مصر الجديده. اسم مصر الجديده. طيب انا بشكرك جدا، احنا هنتابع معاكي حقك انك تاخدي حقك من هؤلاء الاوغاد. انا بشكرك جدا استاذه ايمان مصطفى، الحمد لله على سلامتك وعلى سلامه اخوكي. منذ قليل اعلن اتحاد طلاب جامعه الازهر الاضراب عن الدراسه والامتناع عن دخول الامتحانات. مبروك، احسن يتقال لهم اهلا وسهلا وتكمل الدراسه لكل الطلاب، وهم اللي يتوقفوا عن الدراسه مش هم اللي يمتنعوا عن الدراسه. هما يجب انهم يتوقفوا على الدراسه ويمنعوا من دخول الامتحانات. كل واحد بيرتكب جرم وبيعطل زميله عشان هو منتمي الجماعه، ده يجب ما يدخلش الجامعه، ده يقعد في بيتهم، يروح يقعد عند الجماعه اذا كانوا ينفعوه. عندي ايه النهارده قبل ما اطلع فاصل؟ عندي النهارده مناقشه مهمه جدا عن صناعه الاعلام في مصر. ناس كتير بتقول لك من بعد الثوره كثرت الاحاديث حول الاعلام الخاص في مصر، عن مصادر التمويل ومدى تحكم رأس المال في الإعلام، تمويل خارجي، علاقة المصالح التي تربط بين أصحاب رؤوس الأموال والسياسة، خلط شديد جدا طول الوقت، مدى تحكم رأس المال في أداء المذيع أو العاملين في المحطة وتوجهاته. هل القنوات الخاصة تعبر عن توجهات وسياسات أصحاب هذه المؤسسات أو أصحاب رؤوس الأموال؟ هل يمكن لرؤوس الأموال أن تحمي مصالحها الاقتصادية ورؤاها؟ الكلام ده كله ما كانش بعد 25 يناير زي ما الناس معتقدة ولا حاجة. كل نظام بيأتي في مصر بيتعامل مع الإعلام إما معه وإما ضده. إن ما كنتش معاه تبقى أنت ضده. وارجعوا لأيام نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وانتوا تعرفوا ان كانت هناك اتهامات تطال القنوات الخاصة، كان بيتقال علينا ان احنا اعلام منتصف الليل، الاعلام الاسود. انا فاكر ان كان بيتعرض اصحاب هذه القنوات الى مشكلات عديدة جدا في اعمالهم، طول الوقت لعبة متبادلة بتوع ملاك القنوات الخاصة، بيقول لك انا لا اتدخل في المذيعين عندي ولا في السياسه التحريريه، لكن الحكومه تضغط. احيانا كانوا بيستجيبوا، احيانا كانوا بيستجيبوا لحمايه مصالحهم لان هم ما بيقدروش يواجهوا نظام. حصل هذا في جزء كبير من عهد الرئيس السابق الاسبق محمد حسني مبارك. ثم بعد الثوره حصل في فتره المجلس العسكري، كان هناك صدامات. نعم لم يكن هناك الضغوط بهذا الشكل، ولكن كان هناك صراع مع اصحاب أو ملاك القنوات الخاصة. ثم حدث أيضا في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، كانت الحرب أكثر ضراوة، كان هناك خلط. هل ما يقدمه الإعلام هي رؤية أصحاب هذه القنوات اللي لهم مصالح اقتصادية في هذا الوطن، ولا رؤية العاملين أو المذيعين اللي بيشتغلوا في هذه القناة؟ هذه القنوات اللي تعرضت للكثير والكثير متهمة الآن بأنها تتلقى تمويلا من الخارج، إن لديها أجندات، إنهم بيكسبوا مليارات، إنهم وإنهم وإنهم وإنهم. هل رجال الأعمال أو المستثمرين اللي دخلوا في هذا المجال دخلوا لأنهم أصحاب مشروع وطني؟ دخلوا لأنهم مستثمرين وعايزين يكسبوا وهذا حقهم؟ دخلوا علشان يحموا مصالحهم؟ أسئلة كتير النهاردة هحملها لضيوفي الأعزاء معايا. ثلاثة أقدم ثلاث قنوات في مصر، قناة دريم، قناة المحور، قناة اون تي في. هيكون معايا الأستاذ الدكتور أحمد بهجت، الأستاذ الدكتور حسن راتب، الأستاذ ألبرت شفيق من اون تي في، عشان نتناقش في هذا. كنت حريص النهاردة إن ما يكونش ممثل قنوات سي بي سي مثلا موجود، علشان
اي كلام هيتقال هيتقال ان هو طالع علشان يرد من خلال قناته، هو فضل انه لو في اي قناه اخرى هو يرحب ويظهر، وان جاء ما يستدعي. اتمنى ان يكون معنا على الهاتف، هيقدم معايا هذه الحلقه الخبير الاعلامي، واحد من العقول المبدعه في مجال الاعلام، ليه دراسات مهمه في صناعه الاعلام، دكتور ياسر عبد العزيز، علشان يدير معايا الحلقه فيما غفل عني. سيكون لديه مساحه حركة أكثر مني في كل الاتجاهات، أيضا هيكون هناك فرصة لمن يريد أن يشاركنا هذا الحوار الممتد. هطلع فاصل صغير ثم أعود لأقدم القليل من الأخبار قبل أن أستقبل ضيوف الأعزاء. تشيع جنازة الشهيد النقيب أحمد أبو دومة من قوة شرطة الإسماعيلية بسوهاج، والقبض على 6 متهمين في الحادث. المحافظات تتصدى لمسيرات الإخوان المسيئة للقوات المسلحة والمحرضة ضد مؤسسات الدولة. الأمن العام ضبط 113 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 18,000 حكم قضائي في 24 ساعة. المتحدث العسكري يعلن عن ضبط 29 عنصرا تكفيريا وإجراميا في حملة أمنية بشمال سيناء. لجنة 50 تبدأ غدا إجراءات التصويت النهائي على مسودة الدستور في جلسة علنية ومفتوحة. نادي قضاة مجلس الدولة يرفض تهديدات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، ويطالب بعدم إشرافهما على الاستفتاء الدستوري. الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يصدر قرارا بتخفيض سعر الفائدة على المتعثرين إلى 5.5% دون أي زيادات. أعلن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول عن التفاوض مع الشركات العالمية لتعديل أسعار إنتاج الغاز وتوقيع 7 اتفاقيات جديدة خلال أسبوعين. إنقاذ 16 صيادا من الغرق في مياه البحر المتوسط بالقرب من مطروح. مصر تفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو بأغلبية ساحقة.